بخصوص الفيضان وبخصوص الإشعاعات الموجودة واللي سايرة بين الناس اليومين دول، خاصة في منطقة القليوبية أو محافظة القليوبية أو منطقة القناطر تحديدا، بإن هيحصل غرق وإن هيحصل إخلاء للبيوت وإخلاء للمنازل. أحب أطمن الناس إن شاء الله الفيضان ده فيضان خير، والوزارة بتتعامل معاه باحترافية عالية للاستفادة منه بأقصى استفادة. مفيش إن شاء الله غرق، احنا بس بنقول للناس اللي هي كانت بانية بيوت او زرع زراعات داخل اراضي طرح النهر، سواء كان في مجرى النيل او فرعيه دمياط ورشيد، بناخد اجراءاتنا تحسبا لان ممكن يحصل ارتفاع في المناسيب في خاصة في فرعي دمياط ورشيد نتيجة امرار تصرفات زائدة من الفيضان. لكن ان شاء الله مفيش اي ضرر، والوزارة واخذة احتياطاتها كاملة في هذا الصدد، وان شاء الله خير. وبرضو الاجهزة كلها هتتعاون مع بعضها في حالة حدوث طوارئ. بالنسبة للحدائق، بالنسبة للحدائق برضو بحب اطمن الناس ان برضو في ناس بتقول ان الحدائق ممكن تتأثر بالفيضان. لا طبعا، الحدائق آمنة مؤمنة، مناسيب ارضيات الحدائق تعلو كثيرا عن منسيب المياه في النيل امامها، وهي آمنة ومفتوحة طوال الوقت للزيارة إن شاء الله.